محتاجين أن نتوب للرب، نرجع للرب، وهذه التوبة مقرونة بالإيمان. وهل نؤمن بيسوع المسيح؟ هل تثق بالإيمان بيسوع المسيح أنه حي، ولا مجرد فكرة المسيح فكرة تاريخية بالنسبة لك؟ بتآمن في العقائد المسيحية لكن لا تستخدم تشغيلها أو تفعيلها في حياتك الروحية الخاصة. فلهذا السبب محتاجين نتوب، وهي التوبة مقرونة بالإيمان بالمسيح الحي على أساس عمله الكامل الكفاري بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. وهي هي الرسالة طبعا البسيطة العميقة في نفس الوقت اللي احنا مننادي فيها الرجوع إلى الرب.